أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي على الخير مجددا، واليوم درسنا يتناول موضوع القصة اللي هي ستوري تايم الموجودة في نهاية الوحدة الأولى وتحديدا صفحة 14 من كتاب الطالب اللي احنا نسميه الكتاب الملون. القصة بعنوان Lucky Customer 50. Lucky بمعنى محظوظ، Customer يعني زبون، 50 طبعا رقم 50، Lucky Customer 50 الزبون المحظوظ رقم 50. في البداية عندنا أربع أسئلة، نقرأ الأسئلة ونشوف معانيها على مود من نقرأ نشوف ما الأشياء التي نبحث عن جوابها. 1. Can you find three words used to describe Karim's character? Can you هل يمكنك find أن تجد three words كلمات ثلاثة كلمات used استخدمت to describe Karim's character لوصف شخصية كريم. describe يصف و character شخصية. إذن السؤال الأول، نجد في هذا النص يجب أن نعثر على ثلاثة صفات استخدمت لوصف شخصية كريم. كريم هو الشخصية التي ستدور حولها أحداث القصة. 2. What is the name ما هو اسم of the new book ما هو اسم new book الكتاب الجديد كريم wants يعني يريد الذي يريد كريم to buy أن يشتريه. What's the name of the new book Karim wants to buy? 3. What does saving up هاي العبارة saving up اللي بين قوسين What does saving up mean? كلمة mean هي أصلا بمعنى يعني. يعني فريد يقول لك ما معنى عبارة saving up in paragraph 1 الموجودة في الباراجراف الأول في المقطع الأول من القصة اللي هو قصد بهذا المقطع. هذا المقطع. 3 أو 3 قريناها. What does saving up mean in paragraph 1? 4 What do you think the collection of poems Islands of Salt انتبه هنا Islands of Salt مكتوبة بخط مختلف شوي عن البقية يردون يميزوها سأشرح لك ليش طبعا الأس في كلمة Islands لا تلفظ ما نقول Islands of Salt is about نجي للسؤال وحدة وحدة What do you think حول ماذا تعتقد طبعا about بمعنى حول أو عن ماذا What do you think about هاي مدمجة بس بخليها بالأخير What do you think the collection of poems حسب اعتقادك المجموعة الشعرية أو مجموعة القصائد poems قصائد أو أشعار يعني collection يعني مجموعة المجموعة الشعرية المعنونة لعنوانها شنو هذا العنوان مميز بخط مختلف Islands of Salt Islands جزر Salt الملح is about حول ماذا تدور يعني أريد أقول لك حسب اعتقادك حول ماذا تدور المجموعة الشعرية المعنونة Islands of Salt جزر الملح شنو هاي جزر الملح من خلال القراءة سنكتشف ما هي هذه المجموعة الشعرية نبدأ بالقراءة كريم walked بها إيدي الفعل الماضي كريم walked walk بمعنى يسير يمشي كريم walked quickly كريم مشى مسرعا past the department store past مرورا بي مرا بي the department store store شون يعني مخازن department هنا يعني العبارة كلها department store يعني شون نقول أسواق مرورا بالأسواق المركزية خلينا نسميها and hurried أسرع استعجل towards باتجاه نحو the bookshop bookshop مكتبة محل بيع الكتب as he got closer as بينما he got وعندما he got closer وعندما اقترب he saw رأى there was كان هناك a long queue queue بمعنى طابور سرة صف a long queue طابورا طويلا forming يعني يتشكل يتكون outside the door خارج باب to the shop المؤدي إلى المحل إذن عندما وصل قرب المكتبة وجد أن الناس بدأت
تقف على شكل طابور صف خارج باب المحل. And his heart, heart بمعنى قلب, his heart وقلبه sank. الترجمة الحرفية لsank بمعنى غرق, فغرق قلبه. بتعبيرنا شلون نقول وقع قلبه بين قدميه؟ He had been saving up. هاي saving up اللي سألنا عنها بالسؤال الثالث, ما معنى عبارة saving up؟ He had been saving up. Saving up طبعا بمعنى يدخر, يجمع مال. He had been saving up for months. لقد كان يدخر المال for months لأشهر. And wanted, حيث كان يريد, to be the first one, أن يكون the first one, first, أول, one هنا المقصود بها person, شخص, أن يكون أول شخص, to buy the new book, أول شخص يشتري الكتاب الجديد, by his favorite poet, poet شاعر, favorite مفضل. إذن كان يريد أن يكون أول من يشتري الكتاب الجديد, by his favorite poet, لشاعره المفضل. بس شنو المشكلة؟ عندما وصل وجد طابورا طويلا. Now, أما الآن, he would have, فإن عليه, to wait, أن ينتظر, in line, في السرة, في الطابور. As he stood waiting, as he stood, stood يقف واقف, وبينما كان واقفا waiting في الانتظار, the hard working school boy, school boy طالب مدرسة, هو طالب طبعا, hard working صفة بمعنى مجتهد. As he stood waiting, وبينما كان واقفا في الانتظار, the hard working school boy, الفتى المجتهد, pulled, سحب, أخرج, the advert, advert بمعنى إعلان, أخرج الإعلان, for the new book, أخرج الإعلان الذي يدور حول the new book, حول الكتاب الجديد, out of his pocket, أخرجه من his pocket, من جيبه. جيد, يا إعلان أخرجه من جيبه, انتبه لبابا, هذا شكل أو نص الإعلان الذي كان موجودا في جيب كريم. هسه شوية راح نقرأ الإعلان ونشوف حول ماذا يدور هذا الإعلان. بالبداية أرد أفهمك شغلة, شنو واقفين طابور, شنو جايين يكتبون كتاب؟ طبعا هذا الكتاب إصدار جديد لشاعر قد يكون معروف, هسه ورا شوية راح نشوف من الشاعر. فهنا المكتبات تدفع فلوس حتى تأخذ حقوق النشر, فعندنا هاي صارت المكتبة اللي جاي عليها كريم هي مكتبة حصرية, حصرية يعني لها حق حصري بنشر هذا الكتاب, دافع فلوس على مدى الشغلة, ولذلك يوجد ازدحام عليها. وطبعا في بداية الإصدار أول مجموعة تنشر يكون العدد محدود فقط للتجربة خلينا نسميها, فكريم يخاف من الازدحام أنه ما يوصل للسرة وتنتهي النسخ قبل أن يشتريها, فهو قاعد ينتظر. أخرج الإعلان, طبعا الإعلان المكتبة مسوي إعلان وموزعته بالجرائد, موزعته في أماكن أخرى, تنشر موعد اللي راح تبيع به الكتاب الجديد. خلنا نشوف الإعلان. New release, هنا release بمعنى إصدار, إصدار new جديد. From best selling poet, poet شاعر, best selling يعني أفضل مبيعات, من الشاعر صاحب المبيعات الأفضل. من هو؟ مظفر النواب. إذن الشاعر الذي نتكلم عنه هو مظفر النواب. من هو مظفر النواب؟ حاليا نحن نوجه الكلام لطلاب صف الثالث متوسط, لهم خلينا نقول مواليد الفينات, 2005 2006 2004, قلة منهم يعرفون منه مظفر النواب. أقرب لكم الصورة, أغلب العراقيين سامعين أغنية مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار الليل. هذه الأغنية انطلقت في سبعينات القرن الماضي, يعني 1972-73, يجوز قبلها أنا ما متأكد من التاريخ. هذه الأغنية كلماتها هي للشاعر مظفر النواب. بس مظفر النواب بماذا اشتهر؟ اشتهر بالشعر السياسي, كان يكتب شعر سياسي بشكل كبير. فهنا المكتبة جاي تدعو الناس حتى يجون للمكتبة ويشترون
النسخه الحديثه او النسخه الاخيره او الاصدار الجديد خلينا نسميه للشاعر مظفر النواب. Come to a ساقي بوك شوب، تعالوا الى ساقي بوك شوب، مكتبه الساقي، on 23rd November، يوم 23 من نوفمبر، نوفمبر اللي هو شهر 11، and get your copy، نسخة، واحصلوا على نسختكم of النواب's new collection of poems، للمجموعة الشعرية الجديدة لمظفر النواب. شنو اسمها؟ Islands of Salt، جزر الملح. جوا هاي ما ادري اذا تبين عندكم، اتمنى تكونوا فاتحين الكتاب وياي. بلس اضافة الى او زائدا ان اكسترا سبيشال برايز، اكسترا يعني اضافي، سبيشال يعني مميز، برايز يعني جائزة، زائدا جائزة اضافية مميزة فور ذا 50th كاستمر، للزبون رقم 50 اوف ذا داي، في يوم التوزيع. جيد، نرجع للقراءة، وصلنا للمقطع الثاني. لحد الآن احنا شنو قلنا؟ قلنا انه كريم كان متجه للمكتبة يريد يشتري كتاب او الاصدار الجديد من المجموعة الشعرية لشاعره المفضل، كان يتمنى ان يكون اول من يشتري هذا الكتاب، ولكن عندما وصل الى المكتبة وجد ان هناك طابورا طويلا واقفا في انتظار افتتاح المحل او افتتاح المكتبة على مود الناس تدخل وتبدأ بشراء الكتاب. طبعا هنا كريم ومثل ما قلنا وقع قلبه بين قدميه، ليش؟ لأن يخاف أن لا يصله الدور، تنتهي النسخ قبل أن يصله الدور. المقطع الثاني، كريم had read، كريم قد قرأ all، كل all يعني جميع، كل all of النواب's poems، قرأ كل قصائد مظفر النواب، at least twice، على الأقل، at least يعني على الأقل، twice يعني مرتين، يعني هو احتمال أكثر من مرتين ها، بس هو يقول لك على الأقل قارئها مرتين، and found them، found وجد them ووجدها، them هنا عائد على القصائد، هاي الفاوند وجد هي الماضي مال من؟ الفاوند هي الماضي مال هذا الفعل، can you find، يجد، الشكل الثاني مالته اللي هو شنو؟ found، and found them، ووجدها very interesting، ممتعة جدا. The quiet boy، الولد الهادئ، شوف quiet بمعنى هادئ. خلنا نرجع شوية للسؤال الأول، ليه؟ شنو قال السؤال الأول؟ Can you find three words used to describe Kareem's character؟ أيمكنك إيجاد ثلاث صفات استخدمت لوصف شخصية كريم؟ انتبهوا بابا، الصفة الأولى بالمقطع الأول اللي قرينا اللي هي هاي hard working، مجتهد. الصفة الثانية quiet، هادئ، ورا شوية نلقى الصفة الثالثة. The quiet boy، الفتى الهادئ، spent، يقضي، قضى، most of his free time، كان يقضي معظم free time يعني وقت فراغه reading، إما يقرأ or writing، أو يكتب his own poems، poems يعني قصائد، own يعني خاص، إذن هو إما يقرأ أو يكتب قصائده الخاصة، يعني كريم ليس فقط يقرأ شعرا، كريم له مؤلفاته الخاصة، محاولاته الشعرية الخاصة. And his parents، parents والديه، ووالديه، friends أصدقائه، and teachers ومدرسوه، all said، كلهم كانوا يقولون he was very imaginative، انه كان imaginative، هاي الصفه الثالثه المطلوبه، imaginative يعني واسع الخيال. اذا هسه عندنا ثلاث صفات، عندنا hard working، مجتهد اللي هي هاي، وعندنا quiet، هادئ اللي هي هاي، وعندنا imaginative اللي هي واسع الخيال. It was Kareem's dream، لقد كان حلم كريم، dream يعني حلم، to be a famous poet، famous يعني مشهور، poet يعني شاعر، كان حلم كريم أن يكون famous poet، شاعر مشهورا، himself بنفسه، one day، يوما ما. مقطع الوراء، finally، هاي كلها الأحداث
وكريم وين؟ واقف ده ينتظر بالطابور. Finally the shop door opened. أخيرا فتح باب المحل. And the owner يعني المالك أبو المحل. And the owner welcomed. والمالك welcomed رحب. The queue of customers. رحب. Queue يعني طابور. Customers زبائن. رحب بطابور الزبائن. In للدخول. يعني دعاهم للدخول. When Kareem got to the door. وعندما كريم وصل إلى الباب يعني وصل للسرة، الناس بدأت تدخل واحد وراء الثاني لحد ما وصل كريم للباب. The shop owner أبو المحل شنو سوى هنا؟ Suddenly فجأة rang a bell. Rang قرع bell جرسا. And everyone والجميع كل من في المحل كل من في الداخل started بدأوا clapping بالتصفيق. And cheering والهتاف. كريم was very surprised. كريم كان surprised متفاجئا. And didn't know ولم يعلم what was happening ما الذي كان يحدث. ما عرف كريم ليش دول الزبائن وأبو المحل قرع الجرس، ليش الزبائن بدأوا بالتصفيق والهتاف. After a while بعد برهة من الزمن the shop owner صاحب المحل رأى Kareem's confusion. Confusion يعني ارتباك. شاهد ارتباك كريم. And explained. ووضح له. You are the 50th customer. أنت الزبون رقم 50. Through the door الذي عبر من الباب. Today. هذا اليوم. Young man. أيها الشاب. There is a big prize. وهناك big prize. وهناك جائزة كبيرة. For customer number 50. للزبون رقم 50. You will get to meet النواب. سوف meet تلتقي بالنواب. جائزتك سنجمعك بمظفر النواب. نسوي لك ويا لقاء. Are you any good? هل أنت جيد بأي شكل من الأشكال at writing poems في كتابة القصائد؟ ها هم تعرف تكتب شعر؟ Yes. هنا كريم صار الموضوع يخصه. Yes. شوف مع علامة التعجب هنا فرح بها. Yes. I have got notebooks. لدي دفاتر full of poems. full مليئة poems بالقصائد. Replied كريم. أجاب كريم. He felt شعر a surge. Surge هنا بمعنى موجة. A surge of happiness. فشعر بموجة من السعادة. As he understood. عندما فهم what was happening. ما الذي كان يحدث. His patience. Patience يعني صبر. حيث أن صبره was being rewarded. قد آتى ثماره. يعني صبر نال. It was a good thing after all. وقد كان شيئا جيدا في النهاية. That he wasn't the first to buy the latest book. أنه لم يكن أول من اشترى الكتاب الجديد. هسه كريم فرح أنه ما اشترى مو كان أول واحد. لأنه لو كان أول واحد لما حصل على هذه الفرصة لمقابلة مظفر النواب. هذه شرح القصة أو توضيح القصة انتهى. نلتقي إن شاء الله قريبا وراء هذا الفيديو. راح أسوي فيديو ثاني بس راح أدمجهن سوا إن شاء الله في فيديو واحد، اللي هي نشوف الأسئلة مال القصص والحلول مالتها. وحاليا إلى لقاء قريب جدا بعد ثواني. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مجددا لحل أسئلة القصة التي قرأناها قبل قليل، اللي هي قصة Lucky Customer 50. Lucky Customer 50 الزبون المحظوظ رقم 50 الموجودة في Student Book كتاب الطالب page 14 صفحة 14. Read the questions اقرأ الأسئلة and write answers واكتب الإجابات. Question 1 سؤال الأول. Describe Kareem's character. Describe صف Kareem's character شخصية كريم.
حسب ما قرأنا قبل قليل استخرجنا ثلاثة صفات من النص وصف بها كريم. الجواب he is hard working، هو مجتهد hard working، quiet هادئ، and imaginative وواسع الخيال. إذن جواب السؤال الذي يقول describe Kareem's character، صف شخصية كريم، الجواب he is hard working, quiet and imaginative. Question 2. What is the name of the new book؟ ما اسم الكتاب الجديد كريم wants to buy، الذي يرغب كريم في شرائه؟ هذا القسم الأول من السؤال. القسم الثاني Who was the poet؟ من كان الشاعر؟ مؤلف هذا الكتاب منه؟ الجواب جواب المقطع الأول اللي سأل عن The name of the new book، اسم الكتاب، شنو الاسم ماله؟ Islands of Salt، جزر الملح. جواب المقطع الثاني من الشاعر by the poet، للشاعر مظفر النواب. انتبه انه في الامتحان الوزاري احتمال يجيك هذا المقطع لوحده، يعني ما يسألك من الشاعر، يجيك مباشرة يسألك سؤال مفرد، احتمال ايضا مقطع اخر يقول لك who was or who is the poet of the collection Islands of Salt، من هو مؤلف او كاتب المجموعة Islands of Salt. سؤال الثالث What do you think the collection of poems Islands of Salt is about؟ What do you think؟ حسب اعتقادك هذه المجموعة الشعرية the collection of poems، المجموعة الشعرية اللي اسمها Islands of Salt، جزر الملح، حول ماذا تدور؟ يعني اريد اقول لك السؤال حسب اعتقادك حول ماذا تدور المجموعة الشعرية المعنونة Islands of Salt؟ طبعا من السؤال من قال لك what do you think، يريد رأيك الشخصي، يقول لك ماذا تعتقد، فهنا ليس هناك جواب ثابت. أنا هذا الجواب اقترحته، فإذا جئت جواب مثلا أسهل منه في ملازم أخرى فلا مانع من ذلك، بس أنا الجواب اللي حطيته هنا بمعنى شنو I think، أعتقد it's about the political situation، أنها حول political situation، situation يعني وضع أو موقف، political يعني سياسي، أعتقد أنها حول الوضع السياسي in the Arab world، في العالم العربي. اختاريت هذا الجواب لمعرفتي نوعا ما بالشاعر مظفر النواب أن أغلب شعره سياسي. Question 4 Why had Kareem been saving up for months؟ Why had Kareem، لماذا كان كريم saving up، يدخر المال for months، لأشهر، ليش كان يجمع فلوس، شنو الغاية مالته؟ To buy the new book، ليشتري الكتاب الجديد، by his favorite poet، لشاعره المفضل. 5. هذا السؤال الخامس أيضا بمقطعين. How many times، كم مرة كريم had read النواب's poems، كم مرة قرأ كريم قصائد النواب، poems قصائد. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني How did he find them، وكيف وجدها، ما رأيه فيها؟ جواب المقطع الأول اللي يقول How many times Kareem had read النواب's poems، كم مرة قرأ كريم قصائد النواب؟ At least twice، انتبه لي مو تكتب فقط twice مرتان، لازم تكتب at least، لأن وجود at least معناها هو قارئها بالأساس أكثر من مرتين، at least twice، على الأقل مرتين. And he found them، وقد وجدها، جواب المقطع الثاني very interesting، ممتعة جدا أو مشوقة جدا. Question 6 Why did Kareem's parents، لماذا أهل كريم والديه، friends أصدقائه، and teachers ومدرسوه، all say، كلهم يقولون he was imaginative، أنه واسع الخيال؟ الجواب because his own poems، poems قصائد، own يعني قصائده الشخصية الخاصة، because his own poems are really good، لأن قصائده الشخصية حقا جيدة. 7 What is Kareem's dream؟ ما هو حلم كريم؟ الجواب to be a famous poet himself، to be أن يكون a famous poet، شاعرا مشهورا himself بنفسه. 8 Why was Kareem، لماذا كان كريم very surprised، surprised متفاجئ، very جدا، لماذا كان كريم متفاجئا جدا، when عندما everyone started، started بدأ منه everyone الجميع
clapping تصفيق and cheering والهتاف. هاي امتى؟ عندما دخل كريم قرع صاحب المحل الجرس، فبدأ جميع من في المحل بالهتاف والتصفيق، فكان كريم متفاجئا من هذا الأمر. فالسؤال يقول why was Kareem very surprised، لماذا كان كريم متفاجئا جدا when everyone started clapping and cheering، عندما بدأ الجميع بالتصفيق والهتاف. الجواب because he didn't know، لأنه لم يكن يعرف what was happening، ما الذي كان يحدث، لم يكن يعرف سبب هذا الهتاف والتصفيق ففاجأه ذلك. 9. What was Kareem's big prize؟ ماذا كانت prize، جائزة كريم big الكبيرة أو الكبرى؟ شنو جائزة الزمورة 50؟ He would meet النواب، كان سيلتقي بالنواب، سوى له لقاء وينبطر نواب. 10. Was Kareem، انتبه هذا السؤال الوحيد الذي بدأ ب was بفعل مساعد، وأي سؤال يبدأ بفعل مساعد مثل was، where، is، am، are، do، does، did، would، could، should، can، هاي كلها أفعال مساعدة. أي سؤال يبدأ بفعل مساعد جوابه short، نسميه احنا short answer، إما yes أو no. نشوف السؤال why sorry was Kareem the first، هل كان كريم هو الأول to buy، الذي اشترى the latest book، الكتاب الأخير أو الكتاب الإصدار الأخير من الكتاب، هل كريم هو أول من اشترى الكتاب؟ طبعا لا، حسب النص. وشنو اسم القصة؟ الزبون رقم 50. فالجواب ببساطة no he wasn't، كلا لم يكن كذلك. وهكذا انتهينا من أسئلة القصة. أرجو حفظ أسئلة القصص لأن عليها 10 درجات. قبل أن يتم، خلنا نقول، اختصار المنهج وحذف كل مادة الفصل الثاني، هو بالأساس عندكم في الكتاب 4 قصص، فهسه اختصروا المادة على الفصل الأول. فأكو قصة بنهاية الوحدة الأولى اللي هي اللي درسناها اللي هي Lucky Customer 50، وعندنا قصة بنهاية الوحدة الثالثة اللي احنا نسميها قصة الغزالة، أيضا راح يكون عليها فد 10-12 سؤال تقريبا. انتبه انه بالوزاري سؤال القصة يأتي سؤال منفرد عليه تقريبا، مو عليه تقريبا، يعني يجيبون عليه العفو 6 أسئلة أو 7 أسئلة، تختار 5 عليه 10 درجات. فعشر درجات ليست قليلة أعزائي الطلاب، يعني حرام تضيع درجات تعتمد على حفظك، يعني ممكن القواعد لازم تفهمها مثل ما قلنا ذاك اليوم من حلينا أسئلة القطع. هاي مسألة تعتمد على الحفظ، فرجاء الاهتمام بهذا الأمر قليلا، تعبون نفسكم شوية. ونلتقي في محاضرة قادمة، وفقكم الله وإيانا إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.